بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقى. افرض دلوقتي ان انا عايزه النسخه بتاعتي بتاعت الويندوز سيرفر 2019 لما تنزل على الكلاينت، تمام، تبقى انا مظبطه فيها شويه حاجات. مظبطه فيها ايه؟ على سبيل المثال عايزاها تنزل اصلا جاهزه، نازل فيها الرول بتاعت الدي اتش سي بي متسطبه او الدي ان اس متسطبه، تمام. يعني انت شغال زي ما اتفقنا في داتا سنتر، والمدير بتاعك قال لك على بكره الصبح مثلا، يعني بعد 6 ساعات ولا حاجه، تكون نسخه الويندوز سيرفر دي نازله على كل الاجهزه، ونازل فيها الرول بتاعت مين؟ الدي ان اس مثلا، ونازل فيها مثلا الرول بتاعت الدي اتش سي بي، تمام، ومتسطب عليها كذا وكذا وكذا. هتقعد بعد ما نزلت النسخه تقعد تلف على كذا جهاز جهاز تعمل الحوارات دي. طب انت عملت ايه؟ صح. علشان كده عايزين نتعلم دلوقتي بقى ازاي ان انا اصلا بجهز النسخه بتاعتي تنزل جاهزه على السيرفرات، تمام. يعني مثلا اول حاجه هنتعلم ازاي ان انا اضيف فيتشر معين على الاجهزه. فيو تمام. اول حاجه خالص هنستخدم الطريقه اللي هي الكومنت، وبعد كده ان شاء الله هعلمكم ازاي تستخدموا اصلا برامج عشان تعملوا نفس الحوار ده بس بطريقه جرافيك جي او اي، تمام. بطريقه سي ال اي بقى عندي طول اكتر من رائعه اسمها دي اي اس ام، هنستخدمها النهارده كتير باذن الله. اول حاجه هعمل اكستراكت للنسخه بتاعتي، فلو جيت هنا على الكونسول بتاع الدبليو دي اس ادي النسخه بتاعتي اهي. اول حاجه زي ما اتفقنا هعمل لها ايه؟ اكستراكت، تمام، او اكسبورت. وسي مثلا هحطها عندي على الدي، واحطها في فولدر مثلا اسمه ايمجز، هحطها في فولدر اسمه ايه؟ ايمجز، اي اسم عادي، بس انا يعني ايه متعمده اخد هنا نفس الاسم بالظبط علشان بس مش اضطر ان انا اعدل كتير في الاوامر اللي انا كاتباها في الملف، تمام. يبقى تاني هعمل اكسبورت الملف للنسخه بتاعتي، هحطها جوه ايمجز، وسي مثلا هسميها بنفس الاسم برضو اللي انا حطاه في الملف ده اللي هو ويندوز سيرفر 2019، وهو لوحده اصلا حتى هيحط لي الامتداد دوت ويب. دي اول طريقه، اول اسهل خطوه خالص، تمام. الخطوه اللي بعديها لغايه ما يخلص بقى كده، انا كده زي ما قلت لكم عملت لها اكستراكت، المفترض ده عن طريق التول اللي اسمها دي اي اس ام، هدخل جوه النسخه اللي انا بفكها دلوقتي دي واحط جواها الرولز اللي انا عايزاها، اضيف جواها الرولز او الفيتشرز اللي انا عايزاها، واحط جواها الابديت اللي انا عايزاه، واحط جواها الدرايفرز اللي انا عايزاها، التعريفات اللي انا عايزاها، كل ده عن طريق مين؟ الدي اي اس ام، تمام؟ بس في حاجه، قبل ما اعمل اي حاجه المفترض ان انا بحدد انهي اندكس عايز اشتغل عليه، يعني ايه؟ من شويه كده اصلا في الاول خالص لما جيت ضفت الملف اللي اسمه انستول دوت ويب، مش كان في قلبه اربع نسخ وانا ضفت واحده بس اللي هي الداتا سنتر وذ جرافيك؟ طب افرض ان انا كنت ضفت الاربعه، انهي واحده فيهم اللي عايزه ادخل جواها واضيف جواها ملفات الابديت وملفات مش عارفه الفيتشرز وي 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 والهيصه دي كلها؟ فلازم الاول عن طريق الامر ده احدد انهي نسخه بناء على رقم الاندكس. فلو كنت دلوقتي ضايفه الاربع نسخ هيقول لي اندكس واحد ولا اندكس اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، تمام. ناخد بس كده الامر ده ونعدل فيه. سوري، باور شيل او دوس الاثنين شغالين. حلو كده، تمام. اول حاجه بس اول امر عندي زي ما اتفقنا هحدد اسم الملف او اسم رقم الاندكس، تمام. بس في هنت بس كده بسيطه ان النسخه بتاعتي تحت مين؟ الدي. نقرا بقى كده، انا كده بقول له هات لي معلومات عن النسخه، والملف بتاع اللي انا عايز اعرف عنه معلومات ده موجود تحت الدي، تحت الفولدر اللي اسمه ايمجز، وانا سميت الملف فعلا ويندوز سيرفر 2019 دوت ويم. هتاكد بس كده خلاص عمل لها فعلا اكستراكت. لو قلت له انتر قال لي انت عندك واحده بس الاندكس رقمها واحد. الخطوه اللي بعديها، تمام، هعمل ماونتنج. ايه ماونتنج ده بقى؟ لو جيت دلوقتي تحت النسخه اللي انا حطيتها تحت الدي تحت ايمجز، بص الملف شكله عامل ازاي؟ دوت ويم. فعايز اعمل له ماونتنج عشان افرده وادخل جوه الفولدرات بتاعته. مش انت اصلا لو عندك حاجه ان ماونتن بتبقى مضغوطه؟ انا عايز اعمل لها ماونت عشان اشوف ايه محتوياتها، تمام. فتاني عايز اعمل ماونت للنسخه دي ازاي بقى؟ بالامر ده دي اي اس ام ماونت ايمج، الملف عندي اللي تحت الدي اللي تحت ايمجز اللي اسمه كذا اللي واخد اندكس كذا هحطه عندي برضو تحت الدي في الفولدر اللي اسمه ماونت. هكريت دلوقتي هنا كده فولدر تحت الدي برضو
قسمني ما وانتد عشان افرد النسخه بتاعتي جواها. ناخد بقى كده الامر ده ونعدل فيه وبي تمام. والملف عندي تحت مين؟ الدي. تمام تحت الفولدر اللي اسمه ايمجز، وبرده هحطه تحت الدي تحت الفولدر اللي اسمه ماونتد. تمام نستنى بس كده نتاكد انه مش هيدي اي ايرور. تمام يكمل اهو لغايه ما يخلص. بعد ما هعمل له ماونتنج عن طريق بقى الفيتشرز، عايز اعرف الاول صحيح النسخه دي ايه هي الفيتشرز اللي ينفع ان انا اسطبها جواها. انا عايزه اسطب ايه دلوقتي؟ هفترض ان انا عايزه اضيف الرول بتاعه الدي ان اس. تمام فهستخدم امر معين اسمه اد للفيتشرز. فين 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 فين؟ لا انا عايزه الايد فيتشر اهي، انيبل للفيتشر واضيف اسم الفيتشر اللي انا عايزاه. الفيتشر اللي انا عايزه اضيفه دلوقتي هو مين؟ الدي ان اس. بس يا ترى اسم الفيتشر ايه؟ اسمه دي ان اس ولا اسمه دي ان اس فيتشر ولا دي ان اس سيرفر؟ تمام؟ فريكومندد في البدايه خالص اصلا ان انا اكتب الامر ده عشان اعرف ايه هي الفيتشرز اللي ينفع ان انا اسطبها جوه النسخه دي. تمام؟ طبعا اللي انا حطيتها تحت الفولدر اللي اسمه ماونتد. لغايه ما يخلص كده. خلص اهو. لو جيت هنا تحت ماونتد شفتوا شكله بقى عامل ازاي؟ في بروجرام فايلز، في ويندوز، في يوزر. نسخة ويندوز هتعمل لها ماونت خلاص. قلنا تاني عن طريق التول دي بقى عايز ادخل جوه الملفات دي واضيف الفيتشر. بس قبل ما اضيف الفيتشر عايز اعرف ايه الفيتشرز الافيلابل اللي انا اضيفها جوه النسخة دي. فاقول له دي اي اس ام ايمج ماونتد دي فيتشرز، عايز اعرف اسامي الفيتشرز اللي عندي. لو صبرنا عليه دقيقة كده هيروح راصص قدامي دلوقتي على الشاشة كل الفيتشرز اللي انا اقدر اسطبها على النسخة دي، منها بقى دي ان اس، منها دي اتش اس بي، كل الفيتشرز. واو شايفين كمية فيتشرز قد ايه؟ عجبتك يا عبد الرحمن؟ تمام. عندي مشكلة صغيرة قوي ان في الويندوز سيرفر 2012 من السكرول مش بيوصل للاخر هنا. شايفين هنا جاب لي الامر هنا للاخر صح؟ هناك بقى كان السكرول ليه ليميت معين ومش بقدر اشوف اللي فوقيه. تمام؟ طيب انا عايزه اسطب مثلا سيرفيس معينه عدت عليا انا مش شايفاها، اتصرف ازاي؟ انا عن نفسي بقى افضل اني لما اكتب الامر ده اعمل له ريدايركشن على الدي سي مثلا في ملف اسمه فيتشرز دوت تكست. لو ضغطت انتر هو دلوقتي بينفذ الامر في الباك جراوند، انا مش شايفه حاجه لان الاوتبوت بدل ما يظهر على الشاشه انا عملت له ريدايركشن يتكتب فين؟ في ملف عندي على الدي سميته، هيتكتب دلوقتي يعني وهسميه فيتشرز دوت تكست، علشان حتى لما ادخل جوه ملف التكست اعرف اسيرش جواه على اسم الرول اللي انا عايزاها، انما اللي فوق دول هسيرش عليهم ازاي؟ فلو جيت هنا تاني تحت الدي ادي كريت الملف اهو دبل كليك، هي دي كل الفيتشرز الافيلابل عندي. تمام؟ انا عايزه دلوقتي اقول له هضيف مين؟ الفيتشر اللي اسمه دي ان اس. لو قلت له كنترول اف وقلت له دي ان اس انتر، تصدق فعلا كان عندنا حق، ما كانش ينفع ان انا اقول له ضيف لي الفيتشر اللي اسمه دي ان اس واسكت، لان الفيتشر اسمه دي ان اس داش سيرفر داش تولز. طب لو قلت له فايند نيكست، ده في واحد كمان لازم اضيفه دي ان اس داش سيرفر داش فول داش رول، فلازم اضيف الاثنين فيتشر دول. بالمناسبه في الباور شيل مش بيفهم حاجه اسمها رول وحاجه اسمها فيتشر، بيتعامل مع الاثنين ان هما فيتشر، بيتعامل مع الاثنين ان هما ايه يا شباب؟ فيتشر. تمام؟ فتعالوا نعمل بقى الخطوه دي كده عن طريق الامر ده. اول حاجه دي اي اس ام، ادخل جوه الملف اللي تحت الدي جوه الفولدر اللي اسمه ماونتد وضيف لي الفيتشر اللي اسمه كذا دي ان اس سيرفر داش فول داش رول. الاسم ده انا واخداه كوبي وبس من الملف اللي انا لسه ايه موريه لكم ده اللي انا لسه مكريته ده. تمام؟ انتر. سوري نسينا نغير اسم الفولدر. تمام؟ وعلى ما يخلص الامر الثاني كمان هضيف كمان الدي ان اس داش سيرفر داش تولز، وهاجي هنا اقول له اول، اوعى تنسى اقول دي، ايه اقول دي بقى؟ نخلص كده. دي ايه قول دي بقى؟ لما كنت بضيف رول معينه مش كان بيظهر كده ويندو يقول لي عايزه كمان تضيف الفيتشرز الفلانيه والفلانيه والفلانيه عشان الرول دي تتسطب؟ على قول انا كده بقول له لو في اي فيتشر تاني هو محتاجه سطبه في طول. تمام كده؟ انا كده سطبت الرولز.
تمام؟ اقدر ساعتها بقى دلوقتي اعمل له ان ماونت، انا عملت له ماونتنج فردته، ارجع تاني عن طريق الامر اللي تحت ده اعمل له ان ماونت واضيفه تاني للكونسول بتاع ال WDS، واقدر بعد كده اسطبه هلاقي النسخه بتاعتي نزلت بكل الرولز اللي انا ضفتها. تمام؟ منع لتضييع الوقت بس، انا بالمره نفس الملف ده طالما هو ان ماونت دلوقتي هدخل في قلبه واضيف مثلا تعريف معين، اضيف اسفه ابديت معين، اضيف ايه؟ ابديت معين. بمعنى انت نزلت دلوقتي النسخه على الاجهزه كلها، بعد كده مطلوب منك ان انت تلف على السيرفرات دي وتبدا ان هي تخليها تكونتاكت مع مايكروسوفت او عن طريق الدبليو صف، وتبدا ان هي تنزل ابديت معين. طب وليه وجع القلب؟ ما انت ممكن تنزل ملف الابديت ده اوف لاين، وبعد كده برضو بدل ما تلف على الاجهزه تسطبه على كاس جهاز تدمجه مع النسخه، بحيث ان النسخه تنزل بلت ان فيها مين؟ متعرف عليها الفيتشرز اللي انت ضفتها، وفي نفس الوقت متعرف عليها الاوفلاين ابديت ده. ملفات اساسا الاوفلاين ابديت ده اساسا بيبقى ملفات امتدادها ام اس يو مايكروسوفت ابديت. تمام؟ نسخه الويندوز سيرفر لما انتوا اخدتوها مني ادي تحت سورسز تحت ويندوز سيرفر 2019، انا منزلها هنا اصلا كمان الملف اللي هو ده عباره عن ملف ابديت يا شباب، قلنا تاني الامتداد بتاعه ام اس يو. هاخد بس الملف ده كده هنا احطه عندي على مثلا نحطه على دي، تمام؟ وهكريت له فولدر برضو بنفس الاسم هنا عشان مش هلخبط نفسي، بس عشان قلنا تاني اخد ايه الامر كوبي وبيست على طول. هكريت هنا فولدر اسمه ابديتس واحط جواه ملف الابديت ده. تمام؟ كده كده النسخه بتاعتي حتى هذه اللحظه ان ماونتد يا خضر، سيب الموبايل. تمام؟ كده كده النسخه بتاعتي ايه؟ ان ماونتد، فهقدر دلوقتي ادخل جواها بالمره واضيف ملف الابديت. ازاي؟ عن طريق الامر ده. دي اي اس ام ايمج، النسخه بتاعتي اللي تحت دي تحت ماونتد، هدخل جواها الباكج واضيف الباكج عندي الملف الابديت اللي تحت الدي اللي تحت الفولدر اللي اسمه ابديت، تمام؟ واكتب اسم الملف واللي امتداده قلنا ام اس يو. تمام؟ نعمل الكلام ده كده. جي اي اس ام ايمج النسخه عندي اللي معمول لها ماونت تحت الدي، هضيف لها الباكج اللي انا حطاها في الفولدر اللي اسمه ابديت اللي تحت الدي، اسم الملف لو جينا ندخل كده ناخد اسمه كوبي وبيست، ولازم تحطه بالامتداد على فكره. فنصر كده الامتداد وتاخد اسم الملف ده بالكامل تحطه هنا انتر. هنتاكد بس كده ان مفيش اي ايرورز، مجرد ما بس يبدا كده تمام كده. cannot find the file specified، ايه الغلطه؟ اتاخد مرتين كوبي. الملف الماوس عندي ضغط مرتين بيست. تمام؟ انتر. تمام؟ وبالمناسبه الخطوه دي اساسا بتطول، هي والانماونت بتطول بناء على حجم ملف الابديت، بتطول بناء على ايه؟ حجم ملف الابديت. فحجم الابديت عندي اصلا مش كبير قوي، قد ايه؟ تحت الدي تحت ابديتس 140 ميج. تمام؟ فنستنى بس ده يخلص وهناخد البريك بقى وهو بيعمل انماونت. تمام؟ خلص اهو. تمام؟ اخر خطوه بقى زي ما اتفقنا هعمل ايه؟ انماونت للنسخه، واوعى تنسى في الاخر تقول له كوميت، كوميت كانك بتاكد. تمام؟ فهاجي دلوقتي اقول له انماونت النسخه بتاعتي اللي تحت الدي. تمام؟ دي بقى اللي هتطول شويه، فهناخد بقى البريك نقوم نصلي. تمام؟ بعد ما يخلص المفترض ساعتها ان انا دلوقتي باخد النسخه عندي اللي هي تحت ماونتد اللي هي اللي مفروده دي، برجعها تاني تحت ايمجز على هيئه دوت ويب. تمام؟ بالمناسبه انا نسيت اوريكم المساحه قبل وبعد، عموما بعد ما اعمل الماونت الماونت تاني هلاقي المساحه زادت، لان ابسط حاجه دخلت في قلبها ملف الابديت. تمام؟ بعد ما يخلص بقى الخطوه اللي قدامكم دي هبدا تاني اضيف النسخه بتاعتي هنا تاني، كليك يمين واقول له اد انستول ايمج، بس بعد ما اتلعب فيها اللي هو الملف اللي دوت ويب ده، بس بعد ايه؟ ما تلعب فيها وننزل ويندوز ونشوف فعلا هتنزل اولا بالفيتشر بتاع الدي ان اس متسطب ولا لا، ونازله كمان بملف الابديت ولا لا. واضح هنعمل ايه؟ تمام. خدوا بقى بريك وبعد كده نكمل. خلص اهو. تمام؟ قلنا بعد كده
هكليك هنا يمين واقول له اد انستول ايمج، براوز عليها بعد ما عدلتها اللي هي تحت ايمجز هي النسخه دي. نكست هشيل بس علامه، سوري هشيل علامه الصح دي عشان اقدر اسميها اسم تاني، نسميها مثلا ايه؟ دي ان اس سيرفر ويز ابديتس. تمام. نكست نكست، وهستخدم نفس ملف البوت مفيش عندي مشاكل. تمام. تعالوا بقى نقوم دلوقتي مكنه كده، فايل نيو فيرتشوال ماشين، نكست. تمام. واسميها زي مثلا دي ان اس، واديها رامات كذا وبروسيسور كذا، هعلي بس الرامات عشان ينجز، وكارت الشبكه زي ما اتفقنا هخليه بريدجت. تمام. ونقوم المكنه دي، ونقوم المكنه دي ونصبر عليها كده لغايه ما تبوت. تمام. بس المره دي هيظهر قدامي تو اوبشنز، النسخه اللي اسمها ويندوز سيرفر 2019 والنسخه الثانيه اللي اسمها دي ان اس. هختار ساعتها مين فيهم؟ الدي ان اس بالظبط. تمام. بص يا مصطفى هنا بيقول لك ايه، حاول يبوت الاول منين؟ من الهارد، نو ميديا. حاول يبوت من السيدي روم، مفيش ميديا، ففي الاخر بيحاول يبوت منين؟ ايوه كده، بيحاول يكونتاكت مع الدي اتش سي بي وبيعمل داونلود للملف البوت دوت ويم عن طريق تي اف تي بي سيرفر. تمام. نيكست تي شوت على سي مثلا ادمنستريتور او اي يوزر ليه بريفليج يعمل داونلود للنسخه. تمام. هختار مين هنا بقى؟ دي ان اس ويز ابديتس، صح؟ هوقف بقى الفيديو لغايه ما يكمل الخطوات كلها، لان هي نفس الخطوات. وبعد ما نلوجن بقى على المكنه هنشغل تاني الفيديو عشان نشوف فعلا الدي ان اس رول نزلت ولا لا، وملف الابديت نزل ولا لا. تمام؟ معايا كده؟ بعد ما اخلص حتى الجوين لوحده ادمين هقول لكم دلوقتي ليه. تمام. هدخل بتي شوت على ادمنستريتور. تمام. استنى كده اما يحمل بعد ما اخلص. تمام. اول حاجه لو جيت هنا تحت تولز، اول حاجه الدي ان اس فعلا اتسطب عندي ولا لا. تمام. بصوا واخدين بالكم اسم الجهاز ايه؟ لا مش عشوائي، ادمنستريتور 1. اسم الجهاز ايه دلوقتي؟ ادمنستريتور 1. والجهاز متجول عبدومين في ايه؟ انا افتكرت عزيز. تمام. طيب لو جيت هنا دلوقتي تحت اد رولز، نيكست نيكست. تمام. هتلاقي فعلا عندك الرول بتاعت الدي ان اس. تمام. تعالوا بس الاول كده قبل ما نكمل بقى، او تعالوا بالمره يلا ندخل على الابديت نتاكد برضو الابديت اتسطب عندي ولا لا. يا مسهل الحال يا رب. كنترول بانل من هنا اسفل، كنترول بانل. تمام. لو جيت دخلت هنا على بروجرامز اند فيتشرز، تمام، هتلاقي هنا فين 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 فيو انستولد ابديتس. تمام. لو صبرت بس كده لغايه ما يكمل تحميل، تعالوا نشوف هنا بقى ملف الابديت رقمه كام. كي بي 44 واخره 76، اخره 76 واوله 44، يبقى فعلا النسخه بتاعتي نزلت بالابديت بتاعها ولا لا. تمام. قبل ما نكمل بقى، انا عايز اعرف اسم الجهاز المره دي ليه بقى ادمنستريتور 1 وليه جون ادمين. لو جيت هنا على الدبليو دي اس سيرفر، تمام، وجيت هنا تحت كليك يمين بروبرتيز، تمام، اول حاجه ديكسي ريسبونس، متهيألي دول شفناهم قبل كده، عشان كده قلت لكم الحاجات كلها الاوبشنز اللي كانت في الويزرد كونفيجربل. طيب دي ليه؟ ايه الديلي ده؟ النبي كهرب. ايه الديلي ده؟ فاكرين الديلي اللي كان، اضحك على مهندستك يا هبل، فاكرين الديلي اللي كان في الدي اتش سي بي؟ لما كان عندي مثلا 2 دي اتش سي بي سيرفر، واحد منهم عايزاه يكون مور بريفيرد عن الثاني، فكنت باجي على الليس بريفيرد وبديله فتره ديلي. هنا نفس الكلام، ممكن في الانتربرايز بتاعتي يبقى فيه اكتر من دبليو دي اس سيرفر، واحد فيهم مور بريفيرد عن الثاني، فادي للليس بريفيرد ديلي، على ما يرد هيكون اصلا المور بريفيرد رد الاول، فالنسخه بتاعتي هتنزل منه. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك اسم الجهاز بتاع الكمبيوتر هيبقى اسمه ايه، كاتب لك هنا اصلا برسنتج، تمام، يوزر نيم، وفي الاخر هاش برسنتج، وفي الاخر هاش. البرسنتج ده معناه فاريبل. هو انا دلوقتي وانا بنزل نسخه الويندوز مين اللي كان نزلها؟ الادمنستريتور.
وعشان كده ظهر لي ان اسم الجهاز ادمنستريتور. طب ثانيه واحده، لو انت شلت الهاش اللي في الاخر دي، ده معناه ان كل الاجهزه لما تنزل اصلا هتاخد اسم الادمنستريتور، طالما الادمن هو اللي نزل النسخه. ده منطقي ان الاسامي الاجهزه كلها يبقى ليها نفس الاسم، هيحصل كونفليكت صح؟ عشان كده حطيت لي هنا باي ديفولت هاش. الهاش ده معناه ايه؟ ان دلوقتي اول مكنه مثلا تنزل تاخد اسم ادمنستريتور 1، الويندوز الثاني ادمنستريتور 2، الويندوز الثالث ادمنستريتور 3، تمام؟ افرض ان انت مش عاجبك الفورمات ده وممكن تغيره، بدل ما هو مثلا بالبرسنتج تسميه مثلا سيرفر، اسم سيرفر، تمام؟ يبقى معنى كده ان الجهاز الاولاني لما ينزل عليه ويندوز هيبقى اسمه سيرفر 1، سيرفر 2، سيرفر 3، اند سو اون، تمام؟ في اي مشاكل في الجزء ده؟ بيقول لك دلوقتي create a computer account in the following location. لو النسخه بتاعتي دلوقتي نزلت هنا متزوده على الدومين، تمام؟ same domain as the windows deployment server، هينزل في نفس المكان تبع نفس الدومين اللي تبعه ال WDS، ولا same domain as the user، ولا نفس الدومين اللي تبعه اليوزر، ولا اساسا جهاز الكمبيوتر اصلا بتاع المكنه الكلاينت ده هينزل في نفس الاو يو بتاع اليوزر اللي نزل النسخه، ولا ذا فولوينج لوكيشن وتحدد او يو معينه. مش دلوقتي الجهاز طالما تجون على الدومين بينزل في او يو، انت بتحدد هنا هينزل فين بالظبط، تمام؟ بالتجارب بقى، اول مره بنزل فيها السيرفر المفترض ان الاجهزه كلها بتبقى ورك جروب، بمجرد ما بدخل هنا بروبرتيز واعدل في اي اوبشن من اللي قدامكم دول واضغط اوكي، بيبدا يسمع عليه الاوبشنز دي. بيبدا يسمع عليه ايه؟ الاوبشنز دي. واضح كده ليه اسم الجهاز المره دي ادمنستريتور 1 وليه متجون على الدومين؟ تمام؟ طيب لو جينا بس هنا كده ندخل على اكتف دايركتور يوزرز اند كمبيوترز، جينا نعمل ريفرش بس كده، ادي المكنه فعلا عندي نازله فين؟ في الاويو بتاعك او في الكونتينر بتاع كمبيوتر، تمام؟ طيب هنت بس كده دلوقتي بسيطه، لو انا عايز اعمل الحوار ده ان انا اكريت انسر فايل بس بطريقه بقى يعني ايه جرافيك، بطريقه ايه جرافيك، تمام؟ في تول لو نزلنا تحت بروجرامز، تمام؟ اسمه فين 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 ويندوز كيت 8.1، دي انا كنت منزلها على ايام ما كنت بشتغل دايما على ويندوز 8 يعني، تمام؟ بتتسطب على الويندوز 10 العادي. الباكج دي بصراحه حاجه محترمه قوي، جواها كميه تولز رهيبه، بس المشكله في الحجم بتاعها كبير شويتين، 3 4 5 كده يعني، تمام؟ هيحتاج دلوقتي مساحه فاضيه عندي قد ايه؟ 6 جيج تسطيب يعني تحت البروجرام فايلز. نكست، انت عايزه ان انت تجوني اساسا الاكسبيرينس امبروفمنت، يا عم مش عايزه اجون حاجه. نكست، اكسبت اللايسنس. شايفين كميه تولز جواها قد ايه؟ حاجه بصراحه يعني انا لقيت لها مره فيديوهات كورس اصلا شرح ليها، تمام؟ طيب سي ان انا هسطبهم كلهم، يس، تمام؟ هوقف الفيديو بس لغايه ما يخلص تسطيب ونشوف عن طريقه اصلا ازاي ان انا اكريت انسر فايل. عن طريقه ايه يا شباب؟ اكريت انسر فايل. بعد ما اخلص اهو، نو نو نو، طب امري لله، هضطر اوقف الفيديو ونرست وبعد كده تاني يطلع لنا، فاحنا واحنا بنمج الفيديوهات، تمام؟ ستارت بقى كده، نفتح الابلكيشن، تمام؟ شايفين رمى عندي كميه تولز قد ايه؟ مين اللي انا انترستد فيه دلوقتي؟ ويندوز سيستم ايمج مانجر، ده اللي انا انترستد فيه. ريكومندد ان انا اقول له ران از ادمنستريتور، تمام؟ اول حاجه خالص هيطلب مني المسار بتاع النسخه. بالمناسبه الملف ده لما انا نزلته اصلا، انا لسه قايله لكم ان كنت منزلاه بيتسطب على مين؟ تحت بروجرامز على ويندوز 8، صح؟ حتى اسم ويندوز ويندوز كيت 8.1، تمام؟ فكنت منزلاه بيتسطب على ويندوز 8، وكان بيكريت لي انسر فايل لويندوز سيرفر 2012، تمام؟ فعشان كده انا هتست معاكم دلوقتي على ويندوز سيرفر 2012، هوريكم الطريقه. لما نزل ويندوز 10 ويندوز سيرفر 2016 و2019 وحاولت ان انا عن طريقه اساسا اكريت انسر فايل ليهم، لا رفض، اداني ايرور. نزل الاحدث بقى، تمام؟ طيب بالمناسبه كمان هاجي هنا بس تحت سورسز، تمام؟ واقول لها هتست على مين؟ ويندوز سيرفر 2012، ده ملف الايزو بس هفرده كده اعمل له ماونتنج، تمام؟ واخد الملف اللي اسمه install.wim، install.wim راح فين اهو، هاخده كوبي واحطه عندي في اي مكان رايتابل على السيستم بتاعي، زي مثلا هسميه مثلا تيست،
تمام، هحطه في اي مكان رايتبل عندي. ليه؟ لان المفترض دلوقتي عن طريق التول دي هيكريت ملف اسمه كاتالوج فايل على النسخه دي، على الملف ده. فلو انا عملت عليه براوت وهو جوه الاسطوانه، ما هو الاسطوانه بتبقى ريد اونلي، فهيدي ايرور مش هيقدر يكريت عليها ملف الكاتالوج فايل. عشان كده قلت لكم تاني لازم اخد الانستول دوت ويب احطه في اي مكان رايتبل عندي. واضحه؟ بعد ما نقل عندي النسخه اهو، تمام، هاجي هنا اكليك هنا يمين واقول له سيلكت ويندوز ايمج، الملف بتاعي قلنا تاني ان هو تحت الدي، تحت الفولدر اللي اسمه تيست انستول دوت ويب. قال لي نسخه من دول اللي انا عايزه اكريت لها انسر فايل، زي مثلا النسخه اللي هي الداتا سنتر اللي مش كور. اوكي، بيقول لي بقول لك ايه، لازم يكون في مكان رايتبل عشان اقدر ان انا اكريت الكتالوج فايل. الخطوه دي هتطول شويه، هيطول قد ايه؟ من 5 دقائق لتلت ساعه على حسب سرعه الهارد بتاعك. في حالتي انا هو تقريبا 5 دقائق، مش هيطول عن كده ان شاء الله. تمام، على حسب الهارد بتاعك، هارد عادي ولا اس اس دي. تمام تمام، خلص اهو. تمام، هدخل بعد كده على باكجز تحت فاونديشن وهكليك هنا يمين واقول له اد تو انسر فايل. تمام، واخدين بالكم ان هي دبت ده علشان انا لسه مسطبه البرنامج ده اساسا، لسه منزله ويندوز جديد، ودي اول مره اسطب البرنامج بعد ايه؟ بعد ما نزلت الويندوز. تمام، لو ظهر معاك ديمت بالمنظر ده، وبالمناسبه عشان تبقى لحظه تاريخيه برضه عشان تبقى دوكيومنتد في الفيديو، تمام، البرنامج ده انا سطبته كتير وقليل، اول مره في حياتي يطلب مني اصلا ريستارت بعد التسطيب. مصطفى تمام، فهنعمل نفس الكلام، كريت الكتالوج فايل اهو. تمام، فهنعمل نفس الكلام بس المره دي مش هيطول، هينجز بسرعه. هاجي هنا تاني كليك يمين، قلنا ران از ادمنستريتور. تمام، هو حتى قراه اهو صح، فقلنا تاني هدخل تحت ايه؟ باكجز فاونديشن، كليك يمين واقول له اد تو انسر فايل. تعالى بقى اضيف في الانسر فايل ده اللي انت عايزه، عايز تضيف ايه؟ مثلا الدي ان اس رول هي ديسيبل، جاست ان انت هتيجي هنا تقول له ايه؟ انيبل. عايز تسطب ايه تاني؟ دي اتش سي بي، جاست ان انت هتيجي هنا تقول له انيبل. شوف انت عايز تضيف ايه بقى؟ شفت اسهل بكتير ازاي؟ تمام؟ وبعد كده تسيب الانسر فايل ده، هتقول له فايل سيف انسر فايل از، وحطه سي مثلا على الديسك توب بالاسم اللي انت عايزه. وبالمناسبه الملف ده بيبقى اكس ام ال، هو راح فين؟ اكس ام ال. تمام، فلو فتحته مثلا بالورد باد مثلا على سبيل المثال، لو انت ليك بقى في الاتش تي ام ال ممكن ان انت تقلد فيه. هاخد بقى الملف ده كده تمام، واحطه عندي على نسخه، طبعا كان المكن اتعمل له اصلا سسبند لما عملنا ريستارت للاب. تمام، هتيجي بقى تحط الملف ده اساسا على ال WDS وتضيفه جوه النسخه زي ما هوريكم دلوقتي ازاي. تمام، بس قلنا تاني انا هوريكم الطريقه، بس انا هضيفه جوه الايمج بتاعت ويندوز سيرفر 2019. تمام، لكن مش هيشتغل، لو حاولت تنزل هيفضل يكمل تسطيب كده، هيدي ايرور في الاخر. المفترض ان هو ده ملف الانسر فايل بتاع ايه؟ ويندوز سيرفر 2012. تمام، بعد ما دخلنا اهو، هفترض ان انا مثلا عايزه اضيفه على النسخه دي، هكليك هنا يمين الاول، صحيح انا نسيت احطه على الديسك توب، او تحطه في اي مسار يعني. تمام، واجي على الكونسول كده، كليك يمين بروبرتيز، وتيجي هنا تحت فين 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 allow image to install in an unattended mode، وتقول له select file، وتعمل براوز على مين؟ الملف اللي هو ال XML file اللي انت كريته. بس كده، بس قلنا تاني في حالتي ده مش هيشتغل، لازم يكون على مين؟ ده متكريت اصلا عشان ويندوز سيرفر 2012. وضحت؟ في اي اسئله في الجزء ده؟ تمام.